السلام عليكم الخوت، كيف دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ مزيان، كل شيء على خير. اليوم جبت لكم مقاطع تاع الفيديوهات اخوتي، كيفاش الناس كتعامل مع الحسون في الدول الاوروبيه. هذا الفيديو هذا اخوتي من فرنسا، يعني الفيديو هذا المقطع الاولاني. المهم انا جمعت لكم مقاطع، كل مقطع منين، كل واحد من دوله كاملين اوروبيين. هذا الفيديو هذا من فرنسا، شوف الناس كيفاش كتعامل مع الحسون اخوتي. كتعطيه الماكله برا، مكاين لا صيد عشوائي لا والو. هذا الفيديو هذا اخوتي من فرنسا هوايا. المهم انا نحط لكم بزاف الفيديوهات، كل واحد من دوله ما شاء الله. وهذا اخوتي مقطع اخر ثاني من دوله لوكسمبورغ، دوله صغيره جات بين الحدود ما بين اسبانيا وفرنسا. شوف اخوتي، وهذا الفيديو هذا اخوتي معروف منين. هذا الفيديو هذا الدوله غنيه عن التعريف، وراه معروف المصدر ديالو، هذا من انجلترا، من بريطانيا اخوتي. المهم دابا تخيل معايا هذا الحسون حدا الدار عندك انت ولا انا ولا شي واحد، كيبان له فلوس، كيبان له دراهم، يخليه شي واحد فينا؟ الله ما يخليه ولا يخليه مني وجبد اخوتي. شوف الناس كيفاش كتعامل مع الحسون، ما شاء الله اخوتي ما شاء الله. وهذا مقطع اخر اخوتي، تبع معايا حتى الاخر، هذا من ايطاليا، هذا مقطع اخر اخوتي من ايطاليا. شوف ما شاء الله، احنا نجبرنا حتى الحومه والله لا بقى ولا يبقى. حتى هذا اخوتي من انجلترا، حتى هذا من بريطانيا. شوف اخوتي هذا راه عنده فلوس للجار، ما شاء الله. الناس اخي كتحب الحيوانات بصفة عامة اخوتي، الا كانت حنا ما كنعرفو نتعاملو مع حتى شي حاجة. ايوا كلها العقلية ديالو اخي، هادوك الناس اخي شبعانين من كلشي، حنا متخلفين، هادشي ما كاين اخوتي. المهم اخوتي نخليكم تفرجوا حتى الاخر، احكموا بيداكم، شوفوا الفرق بين الدول الاوروبيه والدول العربيه في المعامله كيفاش في الحسن. والله يدير لنا شي تاول الخير، ما عندناش النظام في حتى حاجه اخوتي. المهم كملوا وتفرجوا وحكموا اخوتي.